يا ثلج السهران في كتير أشياء اللي بتعوقنا أو بتمنعنا إنه نقوم بما قمنا به بالماضي، من احتفالات، من زيارات، إضاءة شجرة عيد بصورة جماعية، زيارات عائلية، مسيرات كشفية وإلى آخره، أو حتى الصلاة. بنصبر بنقول معلش الدنيا كورونا، خلي هالموجة تنزل، على أساس إن شاء الله السنة الجاي تكون سنة خير علينا إن شاء الله. يعني بنختم هاي السنة بأجواء الفرحة وأجواء الأمل والسلام. أكيد. إن شاء الله بتعم علينا سنة خير جديدة إن شاء الله. بدون فيروس كورونا. منزيتك يا تراب الرملة ومنزيتك يا دار يقال إنه لما أجا الأمير سليمان بن عبد الملك لحتى يبحث عن مقام لإله في فلسطين، استقبلت البدوية رملة في مركز خيمتها وأكرمته أحسنت ضيافته. فلما أجا يبني مدينة عام 715 هجري قرر يسميها على اسمها مدينة الرملة. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بألف خير. بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، اليوم اخترت أطول عليكم من مدينة الرملة، هالمدينة الصامتة اللي قدرت إنها تنهض رغم كل مرة تم تدميرها واحتلالها. آخر احتلال مر عليها هو الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948 لما هجروا أهلها الفلسطينيين منها، ولكن أهلها موجودين هون، 19 ألف نسمة من أهلها الفلسطينيين باقيين ومتجذرين هون. بصراحة بدي أخذكم على مشوارين، المشوار الأول جولة في مدينة الرملة وعلى أهم المعالم الأثرية الموجودة فيها، والمشوار الثاني عند عائلة رملوية لحتى نزين شجرة عيد الميلاد مع بعض. يا قطار يجوب المدى في حبى الوطن المفتدى، إن في الرملة الملتقى ومن الرملة المبتدى. يسعد صباحك سيد إبراهيم، اليوم إحنا متواجدين في مدينة الرملة وحابين نعرف المشاهدين على تاريخها، مساحتها، وأيضاً عدد سكانها بعد ما تم تهجيرهم في عام 1948 على يد الاحتلال الإسرائيلي. يسعد صباحك يارا. طبعاً بالنسبة لمساحة مدينة الرملة حالياً حوالي 11 ألف كيلومتر مربع، هاي مساحتها الشاملة لمدينة الرملة. أول مدينة بناها المسلمين في فلسطين، طبعاً سنة 715 تم البدء في بنائها. طبعاً إحنا موجودين حالياً في منطقة الجامع الأبيض، أحد أكبر معالم الرملة والشاهد على تواجد الرملة كأنها مدينة عربية، وكأنها ما زالت رغم كل التهويد اللي بمرق فيها ومصادرة أراضيها وتغيير معالمها إلا أنه صامد وموجود. يركض هنا مقام للشيخ النسائي، موجود برضه في نفس المنطقة اللي موجود فيها الجامع الأبيض. طبعا هون أنا كمان سيد إبراهيم بدي أسألك سؤال، إنه هاي المنطقة أو هذا المعلم الأثري هو من أوائل المعالم الأثرية اللي تم بنائها هون في مدينة الرملة، صحيح؟ اللي ذكرتيه صح، هو أحد أول المعالم الأثرية اللي بنيت في الرملة، حتى يكون نفسه لأنه متواجد فيه. إذا بنطلع على يسارنا بنلاقي فيه كمان ثلاث مغر، هذول كانوا عبارة عن تخزين، العديد بقول إنهم تخزين لمياه اللي بتيجي من منطقة أبو شوشة، لا هي كانت تخزين للأغذية، لأنه بالفترة اللي كان فيها البناء تبع مدينة الرملة كان موقعها استراتيجي بالنسبة للخلافة الأموية، كأنها موصلة بين الساحل لمنطقة القدس، فكانت عبارة عن ممر والتقاء فيه، والمغر هاي أكيد انعملت تحت الأرض لهذا السبب. في برضه اللي ما يسمى العنازية أو بركة الأقواس، هي مش بركة الأقواس ولا العنازية، هاي أسماء
جديدة عليها هي في تاريخها، اسمها بركة الخيزران، بناها هارون الرشيد. وهلا احنا رح نروح عليها ورح نورجي كمان المشاهدين ان شاء الله، ونشنف اذان وعينين ونستمتع بالمناظر الجميلة ان شاء الله. تمام. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي. بركة الخيزران اللي حدثنا عنها في بداية اللقاء، فياريت هلأ تحكي لنا كمان عن تاريخها ولإيش انوجدت بالضبط. طبعا هي عبارة عن مجمعات مية كانت تيجي للرملة، المية كانت توصل من منطقة أبو شوشة، وحاليا إن شاء الله بننزل تحت وبنشوف. يعني كانت الرواية تبعتنا واللي هي الأصح إنه هاي التجمعات كان المقصد منها إنه تبقى محل استجمام بالنسبة للخيزران أمه لهارون الرشيد. يعني من كثر ما كان يغار عليها الهوى ما ذكر إنها كانت فائقة الجمال، فعملها زي مسبح لها، وبعدها صاروا يستغلوها على سبة إنه مجمع لتجميع المياه اللي بتيجي من منطقة أبو شوشة. خلينا هلأ نروح نشوف إحنا والمشاهدين بركة الخيزران. يلا. سيد إبراهيم، إحنا هلأ وصلنا لبركة الخيزران وعمالنا منشوف هاي الأقواس اللي هي بنا قديم جداً 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 جداً. قديش عمرها تقريباً؟ هذه أكثر من 900 سنة عمرها. 900 سنة. طبعاً لا يخفى على أحد ومبين يعني إنه في عمالها بحاجة، الجدران كلها بحاجة للصيانة وترميم. طبعاً هذا من تأثير الرطوبة والمية، أكيد له تأثير. ثاني شيء مثلاً زي هاي الأقواس، هذا القوس مثلاً مش الأصلي، هذا انهدم لأنه الرملة كانت تعرض لكثير زلازل. آخر زلزال كان فيها بسنة 30. عندك وجع ما بتشتكي وعز الجرح عم تتحكي، فيك الكرامة ما بتنوصف تنعش فيكي ما بتنحكي، مثل المطر مثل البحر مبتدا انت الخط. احنا هلأ متجهين لمشوارنا الثاني مثل ما وعدتكم، بس الصدفة جمعتنا مع الحجة أم صابر والسيدة مارغريت، جارتين من ديانتين مختلفتين من أكثر من 50 سنة. حبيت أسلم عليهم وأسألهم عن علاقة التآخي ما بينهم، خصوصاً بعد ما شفت الحجة أم صابر لابسة الثوب الفلسطيني. قولي عن العلاقات اللي بتجمعكم كمان ما بين الديانة الإسلامية. علمنا أولادنا مع بعض، مع بعض تربينا أولادنا، أولادنا علمناهم نفس المدرسة. ترسانتا كانوا، ترسانتا عند الرهوة. لما جيت هون الأولاد كانوا صغار، كانوا يعرفوا بعض قبل ما نعرفهم يعني. ضلينا جيران مع بعض. ضلينا جيران مزبوط. طب وهلأ عشان عيد الميلاد المجيد مش ضايل له إشي يعني آخر الشهر؟ عندي جوا هلأ أولادي صاروا حاطين لي شجرة، بس لسه مش مكملة يعني. بلشتوا بالزينة. من قبل الميعاد. تيجوا بتساعدوها، بتساعدوا جيرانكم الزينة، تحتفلوا معهم. والله بالكعك. هي بتسوي هي. بالكعك بنساعد بعضنا، هي بتساعدني وبتيجي تعيدني وأنا بساعدها وبجي أعيدها. كل سنة وأنت سالمة. كل عام وأنت بألف خير. إن شاء الله. صابر أنا حب أحكي عن ثوبك الحلو هذا. هذا شغل إيدك أنت؟ شغل إيد. بنجيب نشتري القماشة وبنشتري الخيط وبنشتري ماركة في بالأردن وفي برام الله. بنشتريهم وبنركب كل شيء، كل شيء على هوا بدك كمان. ولساتك بتلبس الثوب الفلسطيني، شو بتحسي لما تلبس الثوب الفلسطيني؟ ولا بحس حالي بني آدم بدونه. لو اجوا لي ملابس الدنيا كلها ما حسيت حالي مستورة او بني آدم غير وانا لابسته. وما بتحلى أجواء عيد الميلاد المجيد إلا بالأطفال. شوفوا الأطفال اللي أنا قاعدة بنصهم، يا الله ما أحلاهم وما أجملهم، مع زينة الكريسماس ومع هاي الإضافات. كل عام وإنت بخير. وانت بخير. وانت بألف خير. بدي أعرفكم هلأ على لانا وعلى دارين وأسمع منهم شو أكتر إشي بحبوه بعيد الميلاد المجيد. كيف حالك لانا؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير.
احكي لي ايش اكثر شيء بتحبي بعيد الميلاد المجيد، بالكريسماس، بتحبي الزينه مثلا اكثر، بتحبي التجمع مع العيله مع الاصحاب؟ بحب ازين الشجره ونتجمع كلنا مع العيله. وانتي دارين احكي لي. انا بحب الشجره وبحب كل اكون مع كل اصحابي واهلي. وشو رايكم هلا نروح نزين الشجره؟ يلا مع بعض كلنا. هلا احنا مشاهدينا في عائله او في منزل عائله غسان منير، وهالان بدنا نزين شجره عيد الميلاد ومع الاطفيل اللي معنا لليوم. يلا تعالوا معنا. يا ثلج السهران بخير سيد غسان، يعني شكرا انك استضفتنا عندك اليوم لحتى نزين الشجره مع عائلتكم. بدنا نحكي هيك عن اجواء عيد الميلاد، يعني احنا بنعرف انه هاي الظروف اللي مرت السنه هي فعلا ظروف استثنائيه، يمكن ما عمالنا بنقدر نطلع نحتفل برا، مش مثل المعتاد، الاحتفالات عمالها بتكون داخليه، وحتى الزينه كانت داخليه مثل ما احنا هلا شايفين كمان الاطفال ورانا عم بيكملوا الزينه. فنحكي هيك شوي عن الاجواء اكثر، كيف عم بتشوف هاي السنه؟ بشكل عام عيد الميلاد هو احد اهم الاعياد عند ابناء المجتمع المسيحي، عيد عائلي، عيد كله فرح وزينه واحتفالات. القضيه انه الكورونا حجرتنا في كثير اشياء اللي بتعوقنا او بتمنعنا انه نقوم بما قمنا به بالماضي، من احتفالات، من زيارات، إضاءة شجرة عيد بصورة جماعية، زيارات عائلية، مسيرات كشفية وإلى آخره، أو حتى الصلاة. اليوم بتروحي على الكنيسة أو على الصلاة بتشوفي فيها 3-4 يا دوب. يعني في ضرب للأجواء العيد بشكل عام، ولكن بنصبر بنقول معلش الدنيا كورونا، خلي هالموجة تنزل على أساس إن شاء الله السنة الجاي، إن شاء الله السنة الجاي تكون سنة خير علينا إن شاء الله. يعني بنختم هاي السنة بأجواء الفرحة وأجواء أكيد الأمل والسلام أكيد. إن شاء الله بتعم علينا سنة خير جديدة بدون فيروس كورونا. كمان حابة أحكي عن شغلة، إنه أنتم كمان عمالكم تحتفلوا مع جيرانكم وأصدقائكم من الديانة الإسلامية، يعني هاي الأجواء من التآخي والتقارب قديش حلوة وقديش كمان موجودة في مدينة الرملة. مدينة الرملة ومدينة اللد ومدينة يافا ومدن فلسطين التاريخية هي مدن مختلطة ما بين أبناء الطائفة الإسلامية وأبناء الطائفة المسيحية. عشنا ونعيش منذ قرون كإخوة، كأبناء لهذا البلد. بأجواء من الفرح والأمل حابة أختم معكم هاي الحلقة، وأتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة على الكل. وهلأ رح أترك لانا تحط النجمة، نجمة الميلاد، تثبتها منيح، وكل عام وإنتوا بألف خير. باي باي.